كل وزراء الصناعة اللي اجوا، من كنت نائب محافظ ومن كنت محافظ، تحدثت معاهم قلت لهم ما احنا نمتلك اكبر مدينة صناعية في الشرق الاوسط اسكندرية زين، وفيها شركات عامة كبرى كانت معقل التصنيع العسكري في العراق. شنو كان رد وزراء الصناعة عليك؟ حتى لا اقول لحضرتك مو بس وزراء الصناعة، حتى الدكتور عادل عبد المهدي في وقت تحدثت معاه قلت لدولة الرئيس انه احنا محافظين صلاحية صلاحية استقطاب المستثمر ونعطيكم انتم حق التوقيع بالعقد، من دخل بالتوقيع العقد احنا نعطيكم. قلت له انا اعطيك مثال دولة الرئيس، اعطيك مثال انه انا عندي عدد من الشركات العامة في بابل. طيب شركة عامة لصناعة نسيجية، شنو كان رد عادل عبد المهدي؟ للمعدات، شركة العامة للسيارات، شركة العامة للدراجات، شركة العامة يعني كثير من الشركات عندي. واحدة من الشركات فيها ما يقارب 9000 موظف، الشركة العامة للسيارات اللي هي الوحيدة عاملة وأيضا عاملة بطريقة الشراكة، لو شغلنا بعد فد 10 شركات وياها، 8 شركات وياها، هم كل شركة 10,000 موظف، هم إحنا أمام تشغيل 80,000 من الأيدي العاملة في المحافظة. شنو كان رد عادل عبد المهدي؟ ماكو إجابة. ما جاوبك؟ أبداً أبداً. وهذا في اجتماع مجلس الزراعة يا بطونا إحنا كمحافظين صلاحية إن إحنا نروح ننسق العمل، زين خلونا إحنا معقبين ننسق العمل ونجيب ونهيئ ونطيب وزارة الزراعة، أنتم برموا العقد وياه. مصنع محاقن طبية، مصنع متوقف من عام 2003، من أكبر مصانع طبية، محال إلى المستثمر ولكن لم تحرك فيه مكينة واحدة لحد الآن. ليش؟ لأنه محال فرصة استثمارية من وزارة الصناعة.